لا الحمد لله عدوا على خير. الحمد لله انا قلت 90 دقيقه دي مش هتعدي على خير. احمد الطيب وحسام البدري مع بعض ومباراه يكون ما يعلم بالله ربنا جوه الملعب، لان طبيعي الاداء بتاعنا هيكون سيء. يقول لي طبيعي ايه اللي طبيعي كده؟ بنلعب ضد كينيا النهارده، المنتخب بتاعنا اخر تجمع ليه كان في شهر 11 السنه اللي فاتت قدام توجو في مباراه رسميه، فاحنا بنتجمع في شهر 3 في 2021. متخيل الشكل بتاعنا جوه الملعب عامل ازاي؟ لعيبه لاممها من اسبوع تقريبا، ما تعرفش اي حاجه على الانسجام ولا تعرف اي حاجه على طريقه لعب ولا تعرف اي شغل، لان عندنا مدرب متخاطر شويه مغرور شويتين، عنده كميه عناد غير طبيعيه وعنده قناعات في عالم كره القدم، ولا اجدعها سباك لما بينزل الملعب كده ويقرر ان هو يحط تشكيل. النهارده بصراحه التشكيل حلو، بس مش الفكره كلها ان مفيش خطه، مفيش شكل مطالب ان اللعيبه تاديه جوه الملعب، غير ان احمد ايمن منصور ما يهاجمش عشان الراجل ما بيلعبش باك شمال، واحنا بنلعب بيها علشان خاطر مضطرين وما عندناش حد يلعب الحته دي. وطبعا محمد النني موجود على الدكه، والنني ليه موجود على الدكه؟ علشان هو كان سبب في سوء الاداء اللي كان بيقدمه منتخب مصر مع هيكتور كوبر ومع خافير اجيري. فجه حسام البدري قرر ان النني هو اللي محتاج يتغير، ومحتاجين ان انا نحط حمدي فتحي مع طارق حامد قدامهم محمد مجدي قفشه. هنشوف شكل كان مقبول عن اللي كان موجود ايام كوبر وكمان ايام اجيري. هل بنشوف حاجه؟ انا قلت لك الراجل حرفيا مش فاضي يشتغل، يعني الراجل خلاص بقى، يعني حسب الله نعم الوكيل في اللجنه المؤقته اللي جابت حسام البدري اللي اعطت له 700,000 جنيه في الشهر وخليته مدير فني بياخد راتب نوعا ما مقبول جدا عندنا هنا في مصر، وكمان الراجل ما بيحبش يشتغل. يعني مباراه وديه مش عايز العب، نلعب كوبا امريكا مش عايز العب، طب نلعب اي مباراه وديه مع اي خصم قوي علشان خاطر نعمل حفل تسويق للمنتخب ده؟ يا جماعه سيبه ده وشغال. طب بذمتك انت مستني مدير فني بالعقليه دي مستني منه اداء عامل ازاي جوه الملعب؟ اه ربنا كرمه ومجدي قفشه جاب لك جون في اول دقيقه، بس دي حاجه بتدعو للغثيان مع مدير فني زي حسام البدري وفريق زي منتخب مصر حاليا. ليه؟ لان معناها ان انت مش هتحاول تجيب التاني او التالت او الكلام ده، استغفر الله العظيم، انت هترجع تدافع تامن علشان خاطر ما تلبسش التعادل. احنا بنلعب كينيا، نلعب بره ملعبنا واجواء كويسه وملعب كوره يتلعب عليه كوره حلوه، نقدم بقى كوره. مش بتوع الكلام ده، ما عندناش مدير فني بيحب الكلام ده، ولا عندنا لعيبه شايفين ان هم لو تعبوا هيفرق، لو ما تعبوش مش هيفرق. وبعدين عندنا حارس الشناوي يصد بقى هو بنفسه ويكمل الشوط الاول 0-0، ضربات ركنيه الراجل بيطلع، كرات تصويبات الراجل بيطلع، وما فيش اي حاجه، نص ملعب بيأدي، وتريزيجيه بيقدم اداء سيء من اول الموسم في انجلترا. الراجل جاله اصابات كتير، والراجل كمان لما خف من الاصابات جاله كورونا، فالدنيا بالنسبه لتريزيجيه سيئه السنه دي. فحته انك تبدا بتريزيجيه اساسي ويتقعد النني احتياطي، النني اللي لسه جايب جون في اليوروبا ليج قدام بولونيا واولمبياكوس، اعملهاش غير حسام البدري. ناحيه طبعا صلاح وموجود محمد مجدي قفشه وموجود مصطفى محمد، قلت لك الراجل اختار التشكيله بامتياز، بس قدمنا كره قدم من بتاعه الحمامات اللي هي ترميها ومش عايزين نشوف الارض ده تاني. نزل بقى الشوط الثاني، هنعدل بقى عم بدري عشان عادي احنا مش كده كده كسبانين، نكمل زي ما احنا. حتى يوم ما فكر ان هو يعمل تغييرات طلع طارق حامد ونزل مكانه عمرو السوليه، في حين ان حمدي فتحي كان بيشتكي وكان لسه واقع وقعه تدل على ان الولد مش كويس وقايم مش قادر يمشي، فغيره. لا انا هغير طارق حامد. انتوا عايزين محمد شريف؟ اه هنزل لكم محمد شريف يا جماعه، ما فيش اي مشكله، اطلع اطلع تريزي، انزل يا شريف، وان شاء الله محمد شريف مرزق ومحمد صلاح موجود وهيجيبوا جوان بقى يا جماعه. اول كره بتخبط في السوليه تترد وبتيجي جون التعادل. اه كان لنا ضربه جزاء الشوط الاول، بس ده ما يمنعش ان احنا اداءنا سيء جدا 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 جدا. وبعد الهدف كينيا برده مكمله بتلعب علينا، كينيا بتلعب علينا كوره وبتلعب عرضيات وبتعمل لحد ما كانوا بيطالبوا الكوره ضربه جزاء، بعد كده الحكم شاف ان مصطفى محمد اتضرب من غير كوره فطرد المساك. يلا بقى بدريولا نمسك كوره ونهاجم زي خلق الله. لا ما لعبناش كوره برده لحد المباراه ما خلصت. لا قصه كبيره سعادتك، القصه ان احنا ما عندناش حد كوره محترم يجبر مدير فني على ان هو يعمل اجنده دوليه ويعمل كمان مباريات علشان خاطر عندنا دوري بنعمل كده فيه حاجات غريبه غير عالم كره القدم، عايزين نلعب وخلاص. طب بالنسبه للدوري لا ما عندناش. طب يا جماعه مش الدوري ده بيخدم على منتخب مصر؟ لا الكلام ده ما عندناش، الكلام ده في الدول المحترمه في عالم كره القدم، احنا دوله مش محترمه في عالم كره القدم، مستني مننا ايه؟ هو بس يعني الله يكون في محمد صلاح، يعني اه محمد صلاح النهارده كان كويس بس على قدر المباراه. محمد صلاح قدامه ماتش ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، لو اتصاب دلوقتي محدش هينفعه في اي حاجه، فطبيعي ان الراجل يقدم الاداء سيء وجمله اللي بيقدمه اداءات سيئه يعني. بس بالنسبه لصلاح، صلاح لو وقف في الملعب بس هيقدم اداء كويس بالنسبه للمجموعه الحاليه اللي موجود فيها المنتخب. والمشكله كمان ان انا بصراحه ربنا لو انا كاسلام محمد النني، انا لو حسام البدري قال لي ان انا عايزك في اي تجمع دوري مش هوافق، لان انت خليتني رقم 5، عمر جابر بينزل يلعب وانا بكون موجود على الدكه،
وعمرو سليم بيلعب وطارق بيلعب وحمدي بيلعب، انا الوحيد اللي ما لعبتش، يبقى انت بتعاند فيا. وهو ده مستر فتيحه بيعاند دايما في اللعيب اللي الجمهور بيقول انت ما بتلعبوش ليه. عمره ما يتغير، والله عمره ما يتغير حسام البدري، هيفضل دايما طول عمره كده. مدرب ما يستحقش ان ربنا يكرمه، مش ما يستحقش يفوز، ما يستحقش ان ربنا يكرمه، عشان عمره في حياته ما عنده جمله العدل في كره القدم دي. يلا ربنا يصلح الحال.